بيجي لنا اصول لكاتب المذكره بادئ من يمين الصفحه قوي او بادئ من فوق قوي في التصوير، مش سايب مساحه ان انا لو هعمل بشر للمذكره ان انا اقص من فوق او تحت. طبعا اكيد الاوبشن زي ده ما تنساش في المكنه، ياخد من المساحه من كل الاربع جوانب. مقدار مش كبير يحس يدينا فرصه ان احنا لو هنعمل بشر ان احنا نلاقي مساحه نقص منها بزياده. نشوفه على المكنه ونجربه صوره هنا. ورقه زي دي مثلا هنحاول نبص على الاطار بتاعها، المسافه البيضه اللي بعد الاطار في كل جنب قد ايه، ده قبل ما نصورها، وهنشوف بعد ما نعمل الاوبشن ده. طيب على المكنه بره لان انا بستخدمه كتير. اسحب صوره. طبعا الفرق باين جدا، الفرق باين جدا، المسافه هنا غير المسافه هنا، وفي كل الجوانب باينه. بيديني فرصه ان انا لما بعد ما اعمل البشر ان انا اعرف اقص، انما لو هنا اشتغلت بالمنظر ده المسافه من هنا اصلا في الورقه الاصليه كويسه ممكن تتقص، انما هنا يعني برضو ضيقه شويه مش هتديني مساحه. وساعات في اصول بتبقى المسافه اقل شويه، فلو قصيت هخش على الاطار يبقى شكلها بايخ شويه. فاحنا بنستخدم الاوبشن ده. نجرب بقى نسحبها زي ما هي كده. طبعا لغينا الاوبشن هنا وهنجرب بقى نصور صوره عاديه طبعا بيبقى فيه ترحيل بسيط برضو، ما ينفعش اشتغل بالمنظر ده، مش مدي مساحه للاطارات ان انا اشتغل عليها يعني غير دي خالص. اعرف اقص ما يبقاش في حاجه طايره من الكلام، لان في ناس بتبدا الكتابه من هنا فاضيه شويه بس.